أما في ملف الصادرات فنجد أنه تجاوزت قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة 6 مليارات دولار في 2023. وقال المجلس التصديري المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن القطاع يستهدف زيادة في صادراته خلال 2024 بنسبة 10%. فتداعيات الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية طبعا أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق، وهو ما تسبب في تغيير بعض السياسات داخل هذه الأسواق ومنها المصرية.